بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. زي ما انتم شايفين زي ما احنا شايفين سندريلا 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 تبحث عن عريس هنا من على البحر المتوسط. بصوا شوفوا يا جماعه، اقول لكم على حاجه، سندرة خلاص بقت ترند اليومين دول، طلعت على السوشيال ميديا واتكلمت كتير عن العريس ومواصفاته. يا ترى بتعمل ايه هنا؟ فين؟ في الغردقة ولا شرم الشيخ؟ لا لا لا، ده احنا هنشوف هنشوف فين. ازيك يا سندرة؟ عاملة ايه؟ الله 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 الله، منورة الدنيا والله، منورة الدنيا. عاملة ايه؟ كله تمام. لا الجمهور كله بيسأل عليكي عاملة ايه؟ يعني انت عاملة ايه؟ الدنيا كلها بتسأل عليكي من امبارح، لقيت العريس ولا لا؟ وربنا كتير لسه كتير قوي. اتصلوا بيكي قالوا لك كذا وكذا؟ اه يعني في ناس اتصلت بيكي كتير؟ رجال اعمال بقى كتير. ايه؟ اه والله. ايه طمنينا. طيب رجال اعمال وناس من الكويت وناس من الكويت الكويت الاردن. اه عرسان كل عايزه تلوث. صعبة والله، ما خدتش بالي. سندرة ما عندهاش، مش عارف ايه سندرة، مش عارف ايه. اهو تاني يوم فعلا تعالى. اه ما خدتش بالي، مش مهتمية. احنا فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي في ميامي اسكندرية. اه وبعدين طالعة على شرم والاقصر واسوان، يعني كذا بلد. نرجع تاني يا فنانة، والنبي والنبي ايه؟ قول لنا ايه؟ نرجع تاني لنفس الموضوع. مواصفات فتى احلام سندرة او سندرة. اوكي. راجل طيب حنون، شهم، يعني بسيط كده بس حنين وبيهتم بيا وبيهتم بيك. اه هتوفري له ايه؟ توفري له كل حاجه حلوه. اي زوجه في الدنيا تعرف توفر شويه حاجات لزوجها، زي مثلا ما تعولوش هم. انت قلت لي ممكن اغسل رجله 3 مرات في اليوم. اه عايز لما اغسل رجلتينه، لانه الراجل ملك ولازم يتدلع. اه انا مش فاهمه ايه الغريب في كده الهجوم، كم الهجوم اللي الناس بتحكي عنه ده. انا مش اصلا ما تابعتش بصراحه. اه ما تابعتش، ما ببصش على التعليقات. انت طلعت لايف وخلاص. اه خلاص نمتي بقى. ما تابعتش. طلعت ترند والله. اه والله ما اعرف. طلعت ترند والله فعلا، كبير قوي كمان. والله ما اعرف فعلا. عايز اسالك عن ايه هي الحاجه اللي انت يعني بتتمني حدوثها الصيف ده؟ ان انا ان شاء الله ربنا يرزقني بابن الحلال اللي يستاهلني. اه اي حاجه غير ابن الحلال؟ لا انا عايزه ابن الحلال، وان شاء الله اكون نجمه كبيره والناس كلها بتحبني وعارفاني. اه بس ده اللي بتمناه من ربنا. النهارده وده ليله اللايف، ما اعرفش ان الدنيا هتخرب كده في ميامي والله. اه انت على البحر كله بيقول ايه بقى؟ اه ساندرا. أوه. عروسه. انا عريس. ايه ده؟ أوه. يعني ايه ده؟ في ايه؟ انا اتخضيت والله. اه التفاصيل فتى الاحلام، يبقى عنده كام سنه؟ يبقى كتير قبل كده. راجل، مفيش راجل في الدنيا بيعيبه شكل، مفيش راجل في الدنيا بيعيبه قرش، مفيش راجل في الدنيا بيعيبه حاجه. بس بيعيبه شخصيته، طيبته، حنيته، مواقفه. الراجل مواقف. حبيت هي مره واحده وندمت. ما كانش يستحقني. لا خالص، بس ما كانش يستحقني نهائي يعني. كنت استحق حاجه احسن كده بكتير. بالظبط. زمان من زمان قوي، اعدادي ابتدائي في حالي قوي. ايوه. آه وفي مدرستي وفي الدراسه كنت في حالي قوي جدا، بحته احب والكلام ده خالص. مهتميه اكتر بالتعليم لان انا بحب التعليم جدا. لا ممكن اكون قوي. حبيت المدرس بتاعي. الله. لغة ايه؟ فرنساوي. رجولة كده، شخصية ليك كلمة كده حلوة.
بالنسبه لي انه مش حرام ولا عيب. بالعكس الموضوع بالنسبه لك لا حرام ولا عيب ولا عيب ولا حرام. اكتر حاجه بتضايقك في انا عايزه عريس، ايه المشكله؟ ببساطه كده انا محتاجه عريس بس يكون حد يستحق ساندرا صبري بمواصفاتك بالظبط. نفسي ده انا لو لقيته بجد هعيشه الجنه. وعد هتعملي ايه؟ يا نهار ابيض والله والله العظيم كانه في الجنه فعلا. هيبقى سي السيد في نفسه كده ملك. بس انت سي السيد دايما بيبقى ايه مثلا معاه فلوس متزعرن شويه مش عارف ايه. ما بيعبوش حاجه صدق. الراجل ما يبوش حاجه والله ما بيبوش. انت كنت فين من زمان؟ ده الرجاله كلها معجبه بيك والله وحياه النبي كلهم واحد واحد. انا كان معايا ارسال جالي بس ولا حد خالص ما فيش. في رجاله عمال يتقدموا لك صح؟ حصل من اسكندريه وشرم الشيخ عربيه واجيب لك فيلا ومش عايز كل حد. كان ردك عليهم ايه؟ قلت له لا خالص، يبقى انت مش الصح، مش اللي انا عايزاه، لان انا عندي الحاجات دي اوريدي. فانا اوريدي مش باصه خالص للماديات، انا عايزه بقى الراجل اللي ارتاح معاه نفسيا. الراجل اللي تنبسط بوجوده بالظبط. احساسك بالامان يتوافر مع مين بالظبط؟ هو ده انا ناقص. طب سمعينا والنبي حاجه من بتوع ساندرا صلاح، حاجه تكون ايه؟ عندي تراك جديد كده ان شاء الله هنزله الفتره اللي جايه دي. اوكي طب يلا بينا نسمع حته منه، بس حته من القديم والنبي. عايز قديم؟ عايز قديم. بيقولوا لي توبي 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 توبي، ازاي بس ازاي ازاي اتوب يا عيني، ازاي ازاي عاشقة وغلبانة والنبي، عاشقة ومسكينة والنبي، ما اقدرش افوته والنبي، ده انا كل حته في توبي دايبه 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 في هوا محبوبي. الله 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 عليك يا رب. لو قلت لك عيدي تاني الحته بتاعت انك عايزه عريس وبمواصفات خاصه. المواصفات دي عريس وبمواصفات خاصه. لو قلت لك اول ثلاث مواصفات يبقى ايه مثلا؟ اول ثلاثه. حنون، بيهتم بيا. يا بنت كل الرجاله حنينين صدقيني. كلهم حنينين والله. افضل منكم والله فعلا. حنون، شهم، جدع. بص يكون بيعرف يهتم بالشخص اللي معاه. مش متاح لاي. يعرف يقدرها خاص بس بيا. اشكرك اشكرك شكرا جزيلا. ميرسي كتير.